بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد الرحمة المهداة النعمة المسداة والسراج المنير. أما بعد، أعزائي طلاب صف سادس ابتدائي، حياكم الله جميعا في هذا اليوم مع مادة الفقه، درس صوم التطوع، الوحدة الثالثة، صفحة 44. معايا كده ان شاء الله عشان نعرف ايه هو صوم التطوع ونتعرف على الايام المفضله في صيام التطوع. يحرص سعيد على صيام يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، يحرص محمد على صيام ست من شوال، يحرص زيد على صيام ثلاث ايام من كل شهر، فهل يجب عليهم صيام هذه الايام؟ بالقطع لا، لا تجب. من خلال إجابتك عن السؤال عرف صوم التطوع. طب إيه هو صوم التطوع بقى؟ صوم التطوع هو صيام هذه الأيام سنة وليست على سبيل الفرض. أذكر أمثلة أخرى لصوم التطوع، ها مين يذكر؟ ممتاز يا طالب. صيام اثنين وخميس، صيام ثلاث أيام البيض، صيام يوم عاشوراء. فضل صوم التطوع، أتعرف على الأيام التي يستحب صيامها وأتعرف فضلها من خلال الأحاديث الآتية. عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الأيام التي يستحب صيامها، ها من يجاوب؟ ممتاز، اللي هي الستة من شوال. الفضيلة كصيام الظهر. طيب، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. يبقى صيام أو يوم عرفة، يوم عرفة. طيب، عن أبي قتادة، الدليل الآخر، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، يبقى يوم عاشوراء. عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يبقى صيام شهر محرم. طب تعالى نشوف الفضيلة، الست من شوال كصيام الدهر. تعدل صيام العام، الدهر يعني العام. صيام يوم عرفة احتسب الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، يبقى عامين. يوم يغفر الله به لك عامين. يوم عاشوراء السنة التي قبلها، السنة قبلها. أفضل صيام شهر محرم، وده أفضل الصيام على الإطلاق. وخلينا نشوف الأجوبة التي وضعها الكتاب. صيام ست من شوال زي ما كتبنا كصيام الدهر، صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها، صيام عاشوراء، صيام أيام شهر محرم أفضل الصيام. طب نشرح، أذكر ثلاث طرق ترغب في صوم التطوع. أول حاجة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته لغير خيري الدنيا والآخرة. ثاني شيء تلقي الدعم والتشجيع المادي والمعنوي من الكبار، فالمادي يكون بإعطاء الطفل مبلغا ماليا إضافيا أو إهداؤه هدية ما، والمعنوي يكون بمدحه والثناء عليه. المشاركة مع الآخرين والاتفاق على ذلك، فالصوم الجماعي يخفف المشقة ويعزز جو التنافس والمنافسة الإيجابية بين الأقران. طيب، آداب الصيام، تعالى ما هي آداب الصيام؟ آداب الصيام على قسمين، آداب واجبة ولا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي للصائم أن يراعيها ويحافظ عليها. أولا الآداب الواجبة، أن يبقى
يقوم الصائم بما أوجبه الله عليه من العبادات القولية والأعمال العملية، ومن أهمها الصلاة المفروضة. طبعاً لازم اللي يصوم يكون بيصلي، أو اللي يصوم يحرص على الصلاة المفروضة فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المسجد. نشاط اثنين، من من الصائمين من ينام عن الصلاة ولا يؤديها في وقتها بالتعاون مع مجموعة أحدد أسباب هذه المشكلة ووسائل العلاج. ها مين يا أبطال يعرف يجاوب هذا السؤال؟ ممتاز. أسبابها أنه ينام في النهار، علاجها عدم السهر ومحاولة جعل الصيام لا يعطل العمل. اثنين، أن يجتهد الصائم ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال مثل الكذب ومثل إيش وإيش وإيش. هذا يعرف، أنت يا الطالب ممتاز بارك الله فيك، الكذب الغش.